مرحبا، اسمي لوسي رايلي، مؤهلة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. المنتج التالي اللي بنستخدمه من نظام سونيا للعناية بالبشرة هو سيروم الصبار المغذي، وهو منتجان في منتج واحد، فهو مرطب إضافة إلى وجود مضادات الأكسدة فيه، وهو ما يميزه كسيروم لحماية بشرتك من البيئة المحيطة. وزعي بعض النقاط من السيروم بخلاصة الصبار على وجهك ورقبتك، ضعي ما تبقى منه على أطراف أصابعك، ثم دلكي وجهك نحو الأعلى ونحو الخارج، ودلكي منطقة ما حول العينين ثم رقبتك. يعتبر سيروم الصبار المغذي منتجاً رائعاً ومتعدد الوظائف، يمكن للرجال استخدامه للحلاقة، كما يمكنك وضع القليل منه على أطراف أصابعك وتدليك أطراف شعرك، فهو سيروم مغذي للشعر أيضاً. المنتج المستخدم بعد سيروم الصبار المغذي هو الكريم عميق الترطيب.